عموما عن موضوع الصندوق العقاري مجلس الشورى، يسرنا ان يكون معي على الهاتف اللواء عبد الله بن غازي السيود العلياني عضو مجلس الشورى السعودي. اهلا وسهلا بك سعاده اللواء. الله يحييك استاذ علي. اولا كيف جت الفكره؟ وبعدين نبغى نفصل للناس، مجلس لما نقول مجلس الشورى قرر هو ليس قرار نهائي ام انه يعتبر قرار نهائي؟ لانه هو اكيد في تصويت، واكيد انتم بنيتوها على دراسات ومراسلات بينكم بين الجهات الحكوميه. ما في شك مجلس الشورى ويعتبر نفسه صوت المواطن. نعم. واي شيء يهم المواطن نحاول نجتهد فيه مجلس الشورى وفق الياته دفع بما ينفع المواطن بعيد او قريب في هذا المجال، فما بالك اذا كان الوضع لقواتنا المسلحه المرابطه على الحد الجنوبي كما ذكرتم، هم في قلوبنا وفي قلب ولي الامر خادم الحرمين الشريفين اسمه ولي عهد الامين، ودائما دائما يوصونا بايصال صوت المواطن من مجلس الشورى وفق الياته، ولي الامر ما يقصر، دائما سباك لهذا الامور، بل سبقنا بكثير من الامور لصوت المواطن وعمل الكبير وجزاه الله خير. نعم. احنا بالنسبه للموضوع اليوم كان اقتراح قبل فتره بسيطه من احد الزميلات العضلات في المجلس، والاقتراح درس من اللجنه المختصه هي لجنه الحج والاسكان والخدمات، وحقيقه كل الاعضاء اللجنه ملبين بالعكس، هذا الموضوع يسرهم كثير لانه كلنا في هذا السياق ندعم ابنائنا واخواننا في الجبهه. نعم. وكل ما نستطيع ان نقدمه ونرفع عن ولي الامر. نعم. طيب سعاده اللواء، متى تتوقع يعني يصير يعني يطبق فعليا على الارض؟ لا، التوقع من قبلنا من المجلس وافق عليه اليوم بتصويت بالاجماع تقريبا. واليه المجلس اذا خرج من عندنا يعطى لمجلس الوزراء ويعرض على خادم الحرمين الشريفين ويدرس بآليات معينة حتى يطلع بشكل طيب وجميل. أما مجلس الشورى من قبله أنتهى الموضوع من قبله على هذا النحو الشيء، سيدرس أيضا من مجلس الوزراء، وأملنا إن شاء الله في ولاة الأمر وفي المسؤولين هناك أنهم يتفاعلون مثل ما تفاعلنا، ونحن متأكدين من هذا. نعم، شكرا لك سعادة اللواء عبد الله بن غازي السيود العلياني عضو مجلس الشورى السعودي. كنا نتحدث عن مبادرة إعفاء اللي على الحد الجنوبي من قروض صندوق التنمية العقاري. أتمنى أن المبادرة تستمر كما قلت للبنوك السعودية عامة وأي قطاعات أخرى. لابد يشعر اللي على الجبهة أن وراه ناس حبهم ليس حب مجاني، لا بالعكس، حب إنساني وحب يصنع حياة جيدة لذلك المرابط ولأسرته، سواء كان كما سواء نستمر في الحياة أو نغادر عنا واستشهد من أجلنا. يجب كلنا أن ما نتردد ولو للحظة في الدفاع عن حقوقه أو المطالبة بها.